اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في بث مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء، معكم علاء وفي اطار اللايفات ديالنا اللي كنناقشوا مجموعه من المواضيع. نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير وتكونوا باحسن الاحوال. يكون الويكاند ديجا عندكم مزيان ان شاء الله، بكل ما تمنيتوا تكونوا على خير وبخير وبصحه جيده. الله يدوم عليكم راحه الله يا ربي وراحه البال وصفاء الذهن يا ارحم الراحمين. ندير مشاهدينا الكرام، اليوم كي كتعرفوا النهار الاول في الويكاند كيفاش ندوزو هنا كي دايرين مع درجه فيها درجه تاع الحراره. وكما كي كتعرفوا فتم تسجيل عدد او رقم قياسي جديد في عدد الاصابات فيروس كورونا، يعني كان ديباسي عتبه 3000. راه هذا مشكل ومشكل كبير كبير بزاف. الله يرحمنا يا ربي والله يرفع عنا هذا الوباء والبلاء، خاصه انه اليوم كنعيشوا ظروف استثنائيه اللي كتطلب منا حجم كبير واننا نحاولوا نتخطاو هذه الازمه، لان المواطن هو السبيل الوحيد للنجاه من هذه الازمه هذه. فنتمنى ان ربي يرفع عنا الوباء والبلاء ويحفظنا من كل شر يا رب. اللهم احفظنا بما تحفظ به الذكر الحكيم، لانه خاصه اليوم كنعيشوا ظروف صعبه واستثنائيه. نتمنى من الله خير، الله يرفع علينا الوباء والبلاء ويحفظنا يا رب من كل شر يا ارحم الراحمين. اللهم امين اللهم امين. سلام آلاء، امين يا رب. اللهم امين اللهم امين. خويا خالد الرجاوي، تحياتي لك خويا خالد الرجاوي، متتبع وفي القناة ديالنا. شكرا لك خالد الرجاوي خويا. شكرا عازف، تحياتي لك خويا عازف، الله يحفظك ليا. إذا مشاهدينا الكرام كما كتشوفوا تم تسجيل عدد خيالي ورقم قياسي في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وهذا الرقم هذا كيخلينا نعيدوا التفكير في مجموعة من الأشياء، نعيدوا التفكير في طريقة ديال التعامل ديالنا مع هذا الفيروس. الواحد اللي غيخرج الحاجة المهمة والضرورة القصوى، نديروا البافيت ديالنا. شنو دابا نتهضر معكم ودير البافيت. واحد خصو يدير البافيت ديالو يحترم مسافة الأمان، لأنه كنشوفوا بعض الناس اللي الله يعينك الله يهديهم البافيت ما كيديرهاش، ولا دايرها كيهبط على نيفو على فمو. لا إله إلا الله وصافي والله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ارحمنا بما تحكم به عبادك الصالحين، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء واحفظنا من كل شر، لأنه اليوم خصنا نعيد التفكير بزاف ديال الحوايج، خصنا نردوا البال راسنا أكثر، لأن حنا مقبلين على واحد الفصل اللي كيعرف تقلبات مناخية كبيرة. هاد التقلبات المناخية من شأنها أنها تخلق بزاف ديال المشاكل الصحية، خاصة على الناس اللي عندهم لي بروبليم ريسبيغاتواغ، الناس اللي عندهم المشاكل التنفسية، راه هاد الفترة راه صعيبة عليهم، وراه غير الكحة نقدرو نخرجو بها الفيروس. فالله يدوم علينا شكر الله. الناس اللي باقي كيقول لك حق دابا مرضتش، راه ربي باقي شاترك، يا ربي هذا الشر من الله سبحانه وتعالى. هذا هو من الاليات هاد الحاج، لانه شوف الواحد خصو يدير بين عينيه انه المرض كاين، خصنا نتعاملو بالحيطه والحذر. نقصو اسيدي من اللصاني، نقصو من الكلام بلابيل، راه لا اله الا الله، راه كاين شي سلوكات راه حنا اللي كنوصلو بهم هاد الشيء، وما بغيناش نوصلو لشي حوايج الذي لا تحمد عقباها، لانه حنا اليوم كنعيشو ظروف استثنائيه وظروف صعيبة 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 بزاف، فخصنا نتعاملو بالحيطة والحذر، نتعاملو بواحد المسؤولية أكثر. الله يرفع علينا الوباء والبلاء ويحفظنا ويحفظكم من كل شر يا أرحم الراحمين.
اللهم احفظنا بما تحفظ به الذكر الحكيم، وعافنا واعف عنا يا ارحم الراحمين، واجعل هذا البلاء انه يزول علينا في اقرب وقت، لانه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، لانه الظروف ظروفنا استثنائيه وصعبه، فخصنا نرد البال اكثر واكثر للتدابير الاحترازيه باش هكا نقدروا نتعاملوا مع المرض بمسؤوليه اكثر. نتمنى ان الامور تمشي مزيان، الله يعافينا يا رب ويعفي علينا ويغفر لنا يا رب ويرحمنا ويرفع عنا هذا الوباء عاجلا وليس آجلا. شكرا لكم على وفائكم وتتبعكم، تلقوا في الخير، كان معكم علاء.